السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الكلمات الكثيرة اللي بنسمعها من المرضى والشكاوى الكثيرة اللي بنسمعها من المرضى اللي هي اعمل لي تحليل أنيميا، أو شوف عندي أنيميا، أو هل الأعراض دي سببها الأنيميا. فكلمة أنيميا كلمة منتشرة على ألسنة المرضى وعلى ألسنة العوام بصفة عامة. فإيه تعريف الأنيميا؟ قبل ما نعرف الأنيميا لازم نعرف مكونات الدم، لأن الأنيميا دي من الأمراض الخاصة بالدم. والدم بيتكون من مكونين أساسيين اللي هو البلازما وديتي سائل زي الماء والخلايا. الخلايا اللي موجودة في الدم هي خلايا حمراء، وتسميتها خلايا صراحة كنقول عليها خلايا ديتي اسم مش صح، هي كريات الدم الحمراء لأن ما فيهاش نواة. دائما الخلايا من مميزاتها الأساسية وجود نواة فيها، لكن كريات الدم الحمراء ما فيهاش نواة، فبالتالي مش من الصح أننا نقول عليها خلايا. اللي هو كريات الدم، خلايا الدم البيضاء، ودي خلايا لأن فيها نواة، ودي وظيفتها حماية الجسم، ودي من الجهاز المناعي بتاع الجسم. والصفائح الدموية اللي هي مسؤولة عن التجلط. كريات الدم الحمراء المكون الأساسي فيه اللي هو الهيموغلوبين، والهيموغلوبين ده وظيفته الأساسية نقل الأكسجين من الرئة إلى باقي أعضاء الجسم. فلما الأكسجين يفقد الكفاءة لما الهيموغلوبين يفقد الكفاءة بتاعته والقدرة على نقل الأكسجين بطريقة كافية لتغذية باقي الأعضاء، فبنطلق على الحالة دي اللي هي الأنيميا. وديتي تعريف أكاديمي أكثر منه تعريف طبي بنستعمله مع الأطباء، بنستعمله في يعني في الشغل بتاعنا أو في ممارسة الطب. ليه؟ لأنه هناك طرق تعويض الهيموغلوبين عجزه عن نقل الأكسجين، فبالتالي ممكن تلقى كفاءة الهيموغلوبين عن نقل الأكسجين كفاءة قليلة، لكن في طرق تعويضية أخرى بيقدر يعوض بيها العجز بتاعه. أمال إيه التعريف اللي بنستخدمه لتعريف الأنيميا؟ الأنيميا حاجة من ثلاثة، يا إما قلة تركيز الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء، أو قلة عدد كريات الدم الحمراء، أو قلة حجم كريات الدم الحمراء. دول الثلاث حاجات اللي بنعرف بيهم الأنيميا. يبقى قلة تركيز الهيموغلوبين، أو قلة عدد كريات الدم الحمراء، أو قلة حجم كريات الدم الحمراء. قلة تركيز الهيموغلوبين، منظمة الصحة العالمية بتعرف قلة تركيز الهيموغلوبين اللي بنقول عليه أنيميا بيكون في الرجال أقل من 13 جرام لكل ديسيليتر، وبيكون في الستات أقل من 12 جرام لكل ديسيليتر، وبيكون في الأطفال من سن 6 شهور إلى 6 سنوات 11 ديسيليتر. أما في الجماعة اللي هم من سن 6 سنوات إلى سن 14 فبيكون تركيز الهيموغلوبين فيهم 12 جرام لكل ديسيليتر زي الستات. وصراحة برضو تعريف نقص الهيموغلوبين ديتي صراحة بيبقى برضو فيه نوع من عدم الأريحية، لأن كثير من الناس بيكون الهيموغلوبين بتاعهم أقل من الأرقام دي، وبيكون طبيعي ما فيهوش أي أعراض، ما بيشكيش من أعراض أنيميا، يعني عادي خالص ما عندوش أي أعراض أنيميا. فتعريف الأنيميا بالثلاث حاجات دول هو اللي بنستخدمه في تعريف المرض، اللي هو نقص كمية الهيموغلوبين أو نقص عدد كريات الدم الحمراء. وكريات الدم الحمراء بيكون في الرجال 4.4 وفي الستات 5.5 مليون كرة دم الحمراء لكل مليمتر، وفي الستات بيكون من 3-5 مليون كرة دم حمراء بكل ملي ليتر. أما التعريف الثالث اللي هو نقص حجم كريات الدم الحمراء، وكريات
الدم تمثل الحجم الأكبر من حجم الدم، بتمثل في الرجال 47% وبتمثل في الستات 42%. فلو حجم كريات الدم الحمراء أقل من كده العيان بنقول عليه عنده أنيميا. نيجي للنقطة الثانية اللي هو معدل حدوث الأنيميا. معدل حدوث الأنيميا طبعا احنا طبعا ما عندناش بحث علمي، احنا نتكلم هنا عن انجلترا. انجلترا بيبقى في بحث فيها كان معدل الأنيميا في الستات اللي هم من سن 55 لسن 64 كان 14%، وفي سن الرجال من سن 35 لسن 64 3%. ومعدل الأنيميا بيكون في الستات أكثر في فترة الإنجاب، الست اللي هي بتنجب اللي هي بدأت يعني مرحلة الإنجاب بيكون معدل فيه أعلى من أي مرحلة تانية. ومعدل الأنيميا بيكون بعد سن 65 في الستات مساوي لمعدل حدوثه في الرجال، ما بيكونش فيه فرق. وأسباب الأنيميا أسباب كثيرة وده اللي فيه في المرة الجاية إن شاء الله، لكن يظل السبب الأساسي في الأنيميا اللي هو سببه سوء النظام الغذائي. فيا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ده، وإن شاء الله بإذن الله نتكلم عن أسباب الأنيميا وأعراض الأنيميا في فيديوهات تانية.